اهلا بيكم حبايبي سنه ثالثه ابتدائيه. انا مستر نسيم ودي قناه انجلش اي تو زد. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الرابع من الوحده الثامنه او ليسن 4 في يونت 8. يا ريت نركز مع بعض ونهتم وناخد بالنا من اللي هيتقال. يلا بينا على طول. سنه ثالثه ابتدائي، اهلا بيكم في الدرس الرابع من يونت 8، درس الرابع من الوحده الثامنه عن الفونكس تايم او وقت الصوتيات. النهارده هنتكلم عن الـ long U، حرف الـ U الطويل، وده اللي بتنطق U. في كلمات زي blue هتلاحظ ان الـ U تنطق U، glue، true، flute، june، tube. هنا الـ U ممكن تنطقها يو او او، يبقى تيوب او توب، الاثنين صح. نقولهم تاني: بلو، جلو، ترو، فلوت، جون، توب او تيوب، الاثنين صح. اوكي جميل، تعالوا بقى ناخد، طبعا شايفين الصور وعارفين المعاني. بلو ازرق، جلو معناها اللصق او الصمغ، ترو صحيح، فلوت مزمار او آلة الناي، جون شهر يونيو ودايما يجي كابيتال ليتر، خدوا بالكم الجي هنا كابيتال، تيوب معناها انبوبة، اوكي او توب، الاثنين صح. بعد كده في كلمات واحد تون او تيون، برضو اليو هنا بتتنطق يا اما يو يا اما او، يبقى تيون او تون، الاثنين صح. لوت العود، كيوت يعني ظريف، وسيد هنا دي حاجة تانية بقى، سيد بذرة، دي البذرة اللي بنزرعها، ران يجري، وكاب فنجان، تون أو تيون، لوت، كيوت، سيد، ران، كاب. اوكي ده بالنسبة للفوكابلري أو الكلمات اللي عندنا على حرف الأو، الصوت الأو الطويل. بقية الكلمات تايت والجي اتش ما بتتنطقش، معناها مشدود او ضيق، كلو مفتاح اللغز، اوكي ماين، ماين دي اسمها ضمير ملكيه، في فرق ما بين صفه الملكيه اللي هي ماي وماين اللي هي ضمير الملكيه. ضمير الملكيه بيحل محل الاسم اللي انا بملكه ويكون ملكي، فنقول ماين يعني حاجه دي بتاعتي يعني. سي معناها البحر، ديون هنا يا اما ديون يا اما دون، الاثنين صح. اليو برضو بتنطق او او يو، يبقى ديون او دون معناها كثبان الرمل. كثبان الرمل بتبقى في الصحراء، بتبقى كميات ضخمه من اللي من الرمل على بعضها. اوكي ليك معناها بحيره. اوكي نقولهم تاني: تايت، كلو، ماين، سي، دون او ديون، ليك. تمام، بعد ما نحفظ الكلمات هيجينا المستر ويقول لنا في الكلمات دي استماع، فاحنا طبعا عشان هنقولها بنفس الترتيب الموجود في الكتاب من ورا عشان بس ما نرجعلوش، هقول انا وانتوا تعرفوا الكلمه من دماغكم. اوكي اول واحده رايت، فين رايت في دول؟ تمام يبقى هي دي نمبر 1. اوكي اللي بعدها ران، ران يعني يجري، تمام يبقى دي نمبر 2. اللي بعدها كلمه فلوت، فلوت معناها ناي، يبقى دي نمبر 3. رقم 4 كاب، كاب اللي هي الفنجان، نمبر 4. تمام بعد كده جايب لي بيقول هل كلا الكلمتان تحتويان على صوت حرف اليو الممدود؟ نشوف. Do they both have long U, listen and both check or cross. طب كلمة run وكلمة ده اسمه ايه؟ tube، هل اليو هنا بتتنطق زي هنا؟ run tube، طبعا لا، يبقى هنا عشان كده قال لي خطأ. طب هنا true blue، اليو بتتنطق نفس النطق؟ هنا true blue عشان كده عمل click tick. تمام طب نشوف احنا بقى هنعرف نفرق ما بين الاثنين ولا لا. هنا flute
cup flute cup. طبعا مختلفين يبقى نعمل cross. glue June glue June شكل بعض يبقى yes take. تمام اوكي. وين اجيب الكلمات نقراها نتعلم النطق؟ clue true blue glue dune tune cute lute. تمام. وهنا ازاي نقرا؟ زي ما قلنا ان الترانسكريبشن او نطق الكلمات بيبقى ما بين سلاشز كده شرط مايله يعرفني نطق الحروف. يعني هنا شوف دلوقتي مش هتلاقي حرف قبل كده مكتوب جنب النقطتين، ده النطق بتاعه. اوكي عشان هنا ت تي تتنطق ت والار تتنطق ر واليو اي تتنطق او يبقى ترو. لوت نفس الكلام، ال تتنطق كده ل وهنا اليو تتنطق او او يو يبقى لو ماشي لو. والتي ت والاي هنا مش بتتنطق فنقولها لوت لوت. اليو جنبها نقطتين دي معناها او. اوكي شوف هنا بيقول السي تتنطق كاف اه ك يبقى ك. اليو تتنطق ي و الاثنين يو يبقى كيو كيو. وبعدين ت تتنطق والاي مش بتتنطق يبقى كيوت. اوكي وهكذا. طبعا ايه هاي النطق ده لسه هندرسه قدام ان شاء الله لما تدخلوا الجامعه ان شاء الله. بعد كده لما نحفظ كلمات يو جون بلو فلوت بلو ترو هنكتبهم هنا عشان نتعلم ازاي نكتب دي رايت تيو وهنا ترو او رايت من الاثنين صح. اوكي هنا فلوت وهنا جون وهتبدا تكرر الكلمات دي مع الصور عشان نتعلمها وما ننساهاش. وهنا ازاي نكتب الكلمات في السطور برضو بلو بي ال يو اي احنا نلتزم بالخطوط بتاعتنا عشان خطنا يبقى جميل بلو جي ال يو اي وهكذا ترو تي ار يو اي وهكذا تبداوا خطه يبقى حلو خالص لما تكتبه في السطور وتتعلموا ازاي تلتزموا بيه. اوكي بكده لسه فاضل اكسرسايز اخر اكسرسايز هنكتبه. هنا جايب لي الكلمات متلخبطة عايزني أرتبهم. Look at the pictures and unscramble the words. هنا كلمة صامغ معناها blue يبقى G بعدين L بعدين U و E. ده إيه؟ ده حباية أو بذرة اسمها seed يبقى S E E D. بعدها ده لون أزرق اللي هو blue ب B L U E. آخر حاجة ده فنجان اسمه cup يبقى C U P. تمام نبص على الصور ونكتب جملة. Look at and write a sentence under each picture. نكتب جملة تحت الايه كل صورة. ده ايه؟ دي أنبوبة يبقى نقول this is a tube إنها أنبوبة. وهنا الكرة فوق الترابيزة نقول the ball is on the table يعني الكرة فوق الترابيزة. البانكتويشن في حاجات مش مكتوبة صح في الجملة نعملها صح زي البداية لازم تكون capital letter يبقى T لازم تبقى كده بعدين ال H وال IS عادي يبقى this pen الأسماء العادية ماشي الأسماء العامة يعني بنكتبها زي ما هي ما بنعملهاش كابيتال يبقى pen is الأفعال ما بتتغيرش mine حروف ديت اسمها ضمائر ملكية ما بتتغيرش يبقى this pen is mine ناقص إيه ناقص الـ full stop يبقى غيرنا الـ full stop والـ T الكابيتال عشان يبقى كده الجملة مظبوطة. بكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا يا رب يكون عجبكم. زي ما اتفقنا اللي ما كانش اشترك في القناة يجي في مين الشاشة من تحت من هنا ويدوس على زر اشتراك ويعمل لايك للقناة وشير لأصحابه ويدوس على زر الجرس علشان يجيله بقية الإشعارات بالفيديوهات الجديدة. أشوفكم في درس جديد مع مستر نسيم والإنجليش. باي باي.